وهذا اليوم الذي هو يوم صيام للمسلمين وشكر لله اتخذه المبتدعة يوم حزن ويوم شر عليهم، فكأنهم ساءهم انتصار موسى عليه السلام فخالفوا المسلمين. المسلمون يظهرون الفرح والسرور والدعاء والشكر، وهؤلاء يتخذون الحزن ويتخذون، لأنهم أتباع فرعون، وإن كانوا يلبسون على الناس بأن هذا حزن على قتل الحسين رضي الله عنه، فهو في الحقيقة إنما هو حزن على غرق فرعون، لكنهم يتسترون من وراء الزخرف والهذيان، ولكن الله يفضح أمرهم ويهتك سترهم. فالحمد لله على نصرة الحق وقمع الباطل، والذي يشرع لنا هو شكر الله عز وجل في هذه المناسبات والتضرع إلى الله عز وجل أن ينصر دينه الذي نصر موسى وقومه على فرعون، أن ينصر الإسلام اليوم على الكفرة والمشركين والمنافقين الذين اشتد شرهم في هذا الوقت على الإسلام والمسلمين في كل مكان. فعلينا جميعا أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من التوبة والاستغفار، لأنهم ما سلطوا علينا إلا بسبب ذنوبنا.